بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحباء التلاميذ، أجدد الترحاب بكم في حصة جديدة، أو بالأحرى في أول حصة من حصص الأسبوع الثالث من الوحدة السابعة، مجال عالم الفلاحة والصناعة والإنتاج. يومه الاثنين 12 من شعبان سنة 41 400 وألف هجرية، الموافق للسادس من أبريل سنة 20 و2000 ميلادية، والتي سنخصصها لتصحيح مكون الشكل والتطبيقات الكتابية الخاص بدرسي المنادى واسم الآلة. بسم الله نبدأ حصتنا. إذن سنبدأ بداية أو أولا بتصحيح الشكل. سبق وطلبت منكم أحبائي أن تقوموا بشكل الجزء المضغوط من النص شكلا تاما، إذن سنصححه مع بعضنا البعض. انطلق صوت الإذاعة المدرسية مرددا نشيد المعلم. إذن انطلق هنا فعل ماض مبني على الفاتح، صوت فاعل مرفوع وهو مضاف، الإذاعة مضاف إليه مجرور بالكسرة، المدرسية نعت تابع لمجرور، والمجرور هنا هو الإذاعة، وعلامة جره الكسرة الظاهرة. مرددا حال منصوبة بتنوين النصب الظاهر. نشيدا مفعول به لاسم الفاعل مرددا منصوب بالفتحة الظاهرة. وكما سبقت الإشارة أحبائي، فإن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل بأنه يرفع الفاعل وينصب مفعولا به، وهنا قد نصب لنا المفعول به نشيدة، وهو مضاف، المعلم مضاف إليه مجرور بالكسرة. معلمي يا رائدي يا نائبا عن والدي. معلمي منادى لأداة النداء المحذوفة يا، وهو منادى مضاف منصوب محلا مجرور لفظا بالكسرة للنقل، وهو مضاف وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون المقدر في محل جر مضاف إليه. أعتذر، يا أداة نداء مبنية على السكون المقدر. رائدي منادى مضاف منصوب محلا مجرور لفظا بالكسرة للنقل، وهو مضاف وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون المقدر في محل جر مضاف إليه. يا أداة نداء مبنية على السكون المقدر. نائبا منادى شبيه بالمضاف منصوب بتنوين النصب الظاهر. عن حرف جر مبني على السكون، والدي اسم مجرور بعن وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون المقدر في محل جر مضاف إليه. تحلق بعض المتعلمين حول أستاذهم مرددين النشيد مع المذياع. ده تحلق فعل ماض مبني على الفتح، بعض فاعل مرفوع، المتعلمين مفعول به منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم، والنون للجمع، حول مفعول فيه ظرف مكان منصوب بالفتحة وهو مضاف، أستاذي مضاف إليه مجرور بالكسرة وهو مضاف، وهاء الغائب ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، والميم للجمع. مرددين حال منصوبة بالياء لأنه جمع مذكر سالم، والنون للجمع. النشيدة مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، وهو مفعول به لاسم الفاعل مرددين مع حرف جر مبني على الفتح، المدياعي اسم مجرور بمع وعلامة جره الكسرة الظاهرة. بينما انصرف آخرون إلى مكتبة المؤسسة لتغيير بعض الكتب. إذن بينما هنا بين
مفعول فيه ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة، ما زائدة انصرف فعل ماض مبني على الفتح، آخرون فاعل مرفوع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، إلى حرف جر مبني على السكون المقدر، مكتبتي اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة وهو مضاف، المؤسسة مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة، لتغييري جار ومجرور بالكسرة وهو مضاف، بعضي مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة وهو مضاف، والكتب أيضا مضاف إليه مجرور بالكسرة. دق الجرس من جديد فنادى المعلم المكلف بالحراسة. إذا دق فعل ماض مبني على الفتح، الجرس فاعل مرفوع، من حرف جر مبني على السكون، جديد اسم مجرور بمن وعلامة جره تنوين الجر، الفاء حرف عطف، نادى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف المقصورة للتعذر، المعلم فاعل مرفوع، المكلف نعت حقيقي تابع لمرفوع والمرفوع هو المعلم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، بالحراسة جار ومجرور بالكسرة الظاهرة. هيا متعلماتي أمتعلمين، هيا أداة نداء مبنية على السكون المقدر، متعلماتي منادى منصوب، عفوا منادى نكرة غير مقصودة منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، أداة نداء مبنية على الفتح، متعلمين منادى نكرة غير مقصودة أيضا منصوبة بالياء لأنه جمع مذكر سالم والنون للجمع. اصطفوا أمام أقسامكم لتستأنفوا الدراسة. اصطفوا هنا فعل أمر مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون المقدر في محل رفع فاعل، أمام مفعول فيه ظرف مكان مبني على الفتح في محل نصب وهو مضاف، أقسام مضاف إليه مجرور بالكسرة وهو مضاف، وكاف الخطاب مضاف إليه عفوا ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم للجمع. لتستأنف، اللام لام التعليل، تستأنف فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون المقدر في محل رفع فاعل، الدراسة مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، والمصدر المؤول من أن المضمرة ومن الفعل تستأنف مبني على الكسر في محل جر مجرور بلام التعليل. إلى هنا أحبائي ننتهي من تصحيح قطعة الشكل، ننتقل لأسئلة الفهم. أولا اقترح عنوانا مناسبا للنص. اقترحت عنوانين الاستراحة وجرس الاستراحة، وكل عنوان يأتي في هذا السياق أو بهذا المعنى فهو عنوان مناسب للنص. ثانيا أشرح، هرع هرع بمعنى سارع، تحلق بمعنى وقف في شكل حلقة أي تحلق حوله. ثالثا آتي من النص بضد ما يلي، طلع ضدها من النص هي نزل، فوضى ضدها هدوء. السؤال الرابع أجيب. ألف كيف عاد أحمد إلى قسمه؟ عاد أحمد إلى قسمه في هدوء. ب عما تدل ابتسامة أحمد؟ تدل ابتسامة أحمد على شكره للأستاذ على نصيحته.
ننتقل الآن أحبائي لتصحيح التطبيقات الكتابية، وأولها مكون التراكيب. السؤال الأول: أستخرج من النص كل منادى وأذكر نوعه وأداة النداء. المنادى الأول هو أحمد، وهو مفرد معرفة، أداة ندائه يا. معلمي هو منادى مضاف، لأن بعده مضافا إليه وهو ياء المتكلم. أما أداة ندائه فقد جاءت هنا محذوفة. رائدي هو منادى مضاف أيضا، لأن بعده مضاف إليه ياء المتكلم، وأداة ندائه هي يا. نائبا منادى شبيه بالمضاف وأداته يا. متعلماتي ومتعلمين هما منادى نكرة غير مقصودة. متعلماتي أداة ندائها هي هيا، ومتعلمين أداة ندائها هي الهمزة أ. والآن مع السؤال الثاني: أعرب ما تحته خط في النص. ألف هيا متعلماتي، إذن هيا أداة نداء مبنية على السكون المقدر. متعلماتي منادى نكرة غير مقصودة منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم. باء أمتعلمين، أ أداة نداء مبنية على الفتح. متعلمين منادى نكرة غير مقصودة منصوب بالياء، لأنه جمع مذكر سالم والنون للجمع. والآن أحبائي ننتقل لمكون الصرف والتحويل. السؤال الأول: أستخرج من النص أسماء الآلة الواردة فيه وأذكر أوزانها. إذن وجدنا اسمين للآلة، وهما مصعد على وزن مفعل ومذياع على وزن مفعال. السؤال الثاني: آتي بأفعال أسماء الآلة الآتية وأحدد نوع كل فعل. إذا لدينا مجموعة من أسماء الآلة، سنأتي بأفعالها ونذكر أنواع هذه الأفعال. مخياط فعله خيط ونوعه غير ثلاثي. مزمار فعله زمر وهو غير ثلاثي. مفرمة فعله فرم وهو فعل ثلاثي مجرد متعد. مقص من الفعل قص وهو فعل ثلاثي مجرد متعد. إلى هنا أحبائي التلاميذ تنتهي حصتنا الخاصة بتصحيح مكون الشكل والتطبيقات الكتابية، وأرجو منكم أن تدأبوا على تصحيح هذه الأنشطة بقلم أخضر لتثبيت تعلماتكم وتجاوز التعثرات. والآن أحبائي ننتقل للحصة الثانية، وهي حصة تهم مكون القراءة الشعرية والمتمثلة في نص الفلاح. أرجو من تلامذتي الأعزاء أن يأخذوا كتبهم الصفحة 186 و187 ليتابعوا معي قراءة النص وتحليله وإنجاز أسئلة الفهم منه. إذن فبسم الله نبدأ حصتنا الثانية. إذن حصتنا الثانية كما سبق وأشرت هي حصة خاصة بمكون القراءة الشعرية، موضوعها الفلاح. أهداف هذا النص هو قراءته قراءة أدبية هادفة وإغناء الرصيد المعرفي والمعجم واللغوي منه. فنصنا أحبائي هو نص ينتمي لمجال عالم الفلاحة والصناعة والإنتاج، وكملاحظة أولية للعنوان الصورة والنص نستنتج أنه يعرفنا بالفلاح، ذلك الرجل المعطاء الذي يهب للأرض حياته ويتفانى في خدمتها إلى أبعد الحدود. إذن أحبائي إذا لاحظتم معي النص، سنبدأ
أولا بالقراءات المعتادة، أول قراءة تكون خاصة بالعنوان. إذا هنا عنوان النص هو الفلاح، لذا يمكننا القول أن النص سوف يتحدث عن الفلاح. القراءة الثانية وهي قراءة الصورة تركيبيا ودلاليا، فالصورة أحبائي أمامكم تتكون من حقل كبير ومن رجل أي فلاح يحمل منجلا، ودلاليا هذه الصورة تعبر عن فلاح يؤدي عمله في الحقل. وإذا عدنا إلى النص أحبائي فإننا نجده عبارة عن قصيدة شعرية. هذه القصيدة تنتمي لفن الرباعيات، وهي قصيدة نظمها الشاعر اللبناني إلياس أبو شبكة الذي ولد سنة 1903 ميلادية وتوفي سنة 1947 ميلادية. إذا سبق وأشرت أن هذه القصيدة أحبائي تنتمي لشعر الرباعيات، وشعر الرباعيات هو قصائد تكون مكتوبة على نمط الشعر الحر، وقد سميت بالرباعيات لأنها تنظم أربعة أبيات بأربعة، بحيث يتفق بيتان منها في الوزن والقافية من كل أربعة. فمثلا إذا أخذنا الرباعية الأولى، زارع الحقل في البكور أنت في هيكل الزهور، إذن هنا البيت الأول والثالث في الرباعية الأولى يتفقان في البكور الزهور. عيشك الدهر أخضر فيلسوف مفكر، إذن البيت الثاني والبيت الرابع يتفقان أيضا في الوزن والقافية الخاصين بأخضر ومفكر. إذن هذا معنى أن القصيدة تنتمي لقصائد الرباعيات. أما من حيث علاقة الصورة بالعنوان والنص، فالصورة لدينا أحبائي تعبر عن العنوان وعن موضوع النص. إذن فنصنا أحبائي هو الفلاح. الفلاح زارع الحقل في البكور، عيشك الدهر أخضر، أنت في هيكل الزهور، فيلسوف مفكر، سيد المنجل الحقير، أنت للناس سيد، من ذراعيك للفقير حبة القمح تولد، ماؤك الطاهر الزلال من سواقيك يقطر، كل ما تقتني حلال باسمك الخير يذكر، أنت وجه مخلد للجدود المخلدين، مثلهم سوف تلحد طاهر العين والجبين، يا بعيدا عن البشر أنت لا تعرف الشرور، تعرف الماء والحجر والأعاصير والزهور. إذن كانت هذه أحبائي قراءة بسيطة لنص الفلاح. إذن أحبائي نعود إلى قصيدتنا. بالنسبة للرباعية الأولى، زارع الحقل في البكور، عيشك الدهر أخضر، أنت في هيكل الزهور، فيلسوف مفكر. إذن أحبائي في هذه الرباعية الأولى تحدث الشاعر عن إبكار الفلاح في عمله وعيشه وسط الحقول الخضراء التي جعلت منه فيلسوفا لشدة تأثره بجمالها وبطبيعتها. سيد المنجل الحقير أنت للناس سيد، من ذراعيك للفقير حبة القمح تولد. إذن أحبائي في هذه الرباعية الثانية
يتحدث الشاعر عن حمل الفلاح لمنجله البسيط، إذن فكلمة الحقير هنا لا تعني معنى سيئا، وإنما يريد منها الشاعر البساطة. إذن فمنجله البسيط، يحمل منجله البسيط من أجل الحصاد كي يحصل الناس على غذائهم من كده وعطائه وإنتاجه. ماؤك الطاهر الزلال من سواقيك يقطر، كل ما تقتني حلال باسمك الخير يذكر. في هذه الرباعية الثالثة شاعرنا أحبائي يعني أن الفلاح يسقي حقله من ماء السواق الجارية، وأنه يكسب قوت يومه من عرق جبينه، أي أنه يجد في خدمة الأرض فتجود عليه بخيراتها، ولذلك يذكر بالخير. أنت وجه مخلد للجدود المخلدين، مثلهم سوف تلحد طاهر العين والجبين. الرباعية الرابعة يشير الشاعر إلى أن الفلاح سوف يبقى خالدا أو سوف يبقى يذكر كما يذكر أجداده من الفلاحين الذين ارتبطوا بالأرض وبخدمتها. يا بعيدا عن البشر أنت لا تعرف الشرور، تعرف الماء والحجر والأعاصير والزهور. إذن شاعرنا يختم قصيدته هنا بوصف الفلاح بعدم معرفته للشر، لأنه لا يتعامل مع البشر كثيرا، بل تعامله مع الطبيعة، فعيناه لا ترى سواها ولا يتعامل إلا معها. إذن أحبائي، كان هذا تحليلا بسيطا لمعاني آيات القصيدة. ننتقل الآن للإجابة عن أسئلة الفهم. أجيب: بماذا شبه الشاعر الفلاح؟ شبه الشاعر الفلاح بالفيلسوف المفكر. ما علاقة حبة القمح بالفقير؟ إذن هناك علاقة وطيدة بين حبة القمح والفقير، لأنها مصدر عيشه الأول. كيف يمكن للفلاح أن يكون سيد الناس؟ إذن هنا أحبائي، يمكن للفلاح أن يكون سيد الناس لأن له الفضل في حصولهم على غذائهم، فهو يزرع الأرض ويحصدها وينتج للناس محاصيل قمح وخضر وفواكه وغيرها. أفكر: عن أي نوع من الفلاحين يتحدث الشاعر؟ يتحدث الشاعر عن الفلاح المخلص الدؤوب في عمله والذي لا يعرف الشر. وصف الشاعر الفلاح بأنه لا يعرف الشر، لماذا؟ الفلاح لا يعرف الشر لأنه بعيد عن البشر، فهو يتعامل مع الطبيعة من أرض وزرع، ولا وقت لديه للقيل والقال وللغيبة والنميمة وغيرها. لماذا صنف الشاعر الفلاح ضمن المخلدين؟ إذن شاعرنا صنف الفلاح ضمن المخلدين لأنه رغم وفاته تبقى أعماله خالدة ودائمة. ننتقل الآن للتذوق النص. رسم الشاعر في قوله حبة القمح تولد صورة جميلة ترمز إلى العطاء والإنتاج. نحن أحبائي سنبحث عن صورة أخرى داخل القصيدة، واقترحت عليكم صورة طاهر العين والجبين، وهي صورة ترمز للإنسان المخلص الذي يتحرى الحلال في لقمة عيشه.
بعد الإجابة عن هذه الأسئلة سنحاول إعطاء فكرة عامة حول النص. إذن أحبائي، فالفكرة العامة للنص هي تقول: وصف الشاعر للفلاح بالفيلسوف المفكر، وأنه مصدر خير للناس، واعتباره ضمن المخلدين لما يتركه من أعمال دائمة. إلى هنا تنتهي حصتنا لليوم أحبائي، وأرجو منكم أن تقرأوا النص عدة قراءات جيدة، وأن تهموا بحفظ النص تهيئا للامتحانات المقبلة بحول الله تعالى. وإلى الملتقى أحبائي التلاميذ.